السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد للجزائرية للأجهزة مفتوحة المصدر. كما وعدناكم في الفيديو السابق لمشروع جهاز تعقب GPS المتصل عبر نظام GPS، سوف نتطرق في هذا الفيديو إلى البروتوكول المستعمل لتوصيل المعلومات عبر شبكة الإنترنت، ألا وهو البروتوكول MQTT. وسنحاول في هذه الدقائق القليلة شرح عمل هذا البروتوكول. MQTT هو بروتوكول مبني على بروتوكول TCP، تم تطويره في عام 1999 من طرف باحثين من شركة IBM، حيث كانوا يرغبون في بروتوكول مراسلة خفيف للتواصل بين تجهيزات تعمل في بيئة تكثر فيها انقطاعات في الاتصال. يمكنكم التساؤل، لماذا نستعمل MQTT وليس نظاما آخر؟ السبب الأول هو أن البروتوكول مفتوح المصدر وبسيط وسهل الاستعمال، وإنه مثالي لتلبية احتياجات التالية. مثالي للاستخدام في شبكات اللاسلكية، إنه ذو استهلاك ضعيف للطاقة، سريع جدا في نقل المعلومات، يمكن أن يسمح موثوقية عالية إذ التزم الأمر، لا يتطلب استعمال كبير لوحدة المعالجة المركزية ولا للذاكرة، ما يجعله المرشح المثالي للاستخدام في الحوسبة الفيزيائية. سوف نرى الآن كيفية عمل البروتوكول. إن هذا البروتوكول لا يستعمل النموذج العادي المنتشر على شبكات الإنترنت مثل HTTP، بل يستخدم نظام يعتمد على وسيط أو بروكر، حيث يتصل جميع المستعملين إلى هذا الوسيط لنشر المعلومات أو لاستقبالها. ينقسم المستعملون للبروتوكول إلى صنفين. الصنف الأول هم الناشرون أو Publisher، والثاني هم المشتركون الذين يتحصلون على المعلومات المنشورة ويسمون بـ Subscriber. يتم نشر المعلومات عن طريق قنوات تدعى Topic. يمكن لمن يريد الحصول على المعلومات الاشتراك على التوبيك المخصص لهذه المعلومة. قنوات النشر أو توبيك تتبع سلسلة هرمية، ما يتيح للمستعمل اختيار المعلومة المرادة بدقة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدينا سلسلة من أجهزة الاستشعار في المنزل، حيث يرسل كل مستشعر بياناته وفقا للموضع الذي يكون فيه في المنزل. سيكون واحد في غرفة المعيشة الرئيسية ويستعمل التوبيك Home Sensor Living Room، بينما يكون آخر في المطبخ ويعرف التوبيك الخاص به بـ Home Sensor Kitchen. إذا كنا نريد التحصل على درجة حرارة غرفة المعيشة، علينا الاشتراك على التوبيك Home Sensor Living Room. وللحصول على كل المعلومات المنشورة من طرف أجهزة الاستشعار، علينا اشتراك على التوبيك Home/Diaz. يمكن تأمين المراسلات على البروتوكول MQTT باستعمال ثلاث طرق. الطريقة الأولى على مستوى طبقة النقل باستعمال SSL/TLS. الثانية على مستوى المصادقة باستعمال شهادة SSL/TLS. والثالثة باستعمال المصادقة، وذلك عن طريق اسم المستعمل وكلمة المرور. النقطة الأخيرة التي سنتطرق إليها هي جودة الخدمة أو Quality of Service، وهي محددة من طرف الناشر، حيث يحدد البروتوكول ثلاث أنواع من جودة الخدمة، وهي المستوى الصفر، حيث يتم إرسال الرسالة دون أي ضمان لوصولها. لدينا المستوى واحد، حيث يرسل المستعمل الناشر للرسالة الرسالة عدة مرات إذ ألزم الأمر، حتى يؤكد الوسيط أن الرسالة قد تم إرسالها على الشبكة. المستوى الثاني، حيث يلتزم كل من الوسيط والمراسل بالإبقاء على الرسالة حتى يؤكد المشترك أنه قد حصل عليها. والآن سنرى كيفية استعمال هذا البروتوكول مع بطاقة أردوينو. لدينا هنا مكونات تجربتنا مع بطاقة أردوينو أونو،
ذرة إيثرنت، لوحة تجارب، جهاز استشعار الرطوبة والحرارة DHT22، وأخيرا وصلات. نقوم بربط كل من الأردوينو وذرة إيثرنت. ثم نصل جهاز DHT22 مع لوحة اختبار. بعد ذلك نصل جهاز الاستشعار مع الأردوينو تبعا لهذا المخطط، فنحصل في الأخير على نموذج جاهز للاستعمال. دعونا الآن نتطرق إلى برمجة النموذج. نبدأ بإعلان المكتبات التي سنستعملها، ثم نعلن عن نوع جهاز الاستشعار وعلى الموقع وصله على بطاقة الأردوينو. نختار متغيرتين لتخزين قيمتي الرطوبة والحرارة. نحدد جدولين من 10 أحرف لتكون الرسالة التي سننشرها عن طريق بروتوكول MQTT. يجب علينا الآن إدخال المعلومات الخاصة بذرع إيثرنت وعنوان الإي بي الذي خصصناه للأردوينو. يمكنكم الحصول على الماك أدرس للذرع إيثرنت وذلك على الملصقة الموجودة في خلف الذرع. نبين عنوان الوسيط الذي سنستعمله والذي سيكون test.mosquito.org، وهو وسيط عام ومجاني سهل الاستعمال. ستجدون في وصف هذا الفيديو قائمة للوسائط الذين يمكنكم استعمالها. يجب علينا الآن الإعلان عن 3 مثلاء لفئات DHT Ethernet Client و Pub Sub Client لتسهيل عملية البرمجة. نقوم بتعريف الدوال التي سوف نستعملها في البرنامج. في الدالة Setup نبدأ بفتح رابط Serial الذي نستعمله لتصحيح أخطاء البرمجة، ثم نهيئ استعمال جهاز الاستشعار DHT22 متبوعاً بفتح الصلة مع الانترنت باستعمال إيثرنت كليون، وفي الأخير نهيئ الاتصال بالوسيط. والآن نأتي إلى قلب البرنامج والذي يبدأ بالتأكد من أننا على صلة بالوسيط، ثم يقوم باستدعاء الدالة Pub Capture، ثم الدالة Loop التي تقوم بإبقاء الصلة مع الوسيط. في حالة ما إذا لم تتم الصلة مع الوسيط، يقوم البرنامج بطلب الدالة Reconnect التي كما يدل اسمها تقوم بإعادة الصلة مع الوسيط أو البروكر. بالنسبة للدالة Pub Capture فهي تقوم أولا بقراءة المعلومات المرسلة من جهاز الاستشعار، ثم تحولها إلى سلسلة من الأحرف التي تمثل الرسائل المرسلة عبر البروتوكول MQTT باستعمال الدالة Publish. وفي الأخير المهمة الأساسية للدالة Reconnect هي إعادة الصلة مع الوسيط، وفي حالة
عدم إمكانية الصلة تعطينا معلومات عن سبب الانقطاع الاتصال، وذلك باستعمال الدالة state. يمكننا الآن تحميل البرنامج على الأردوينو. ثم نفتح الصلة مع البطاقة عن طريق سيريال، لنلاحظ أن نموذجنا على صلة بالوسيط وأنه يرسل المعلومات إليه. لأغراض هذا الاختبار سوف نستعمل تطبيقا للهواتف الذكية والذي يسمى MQTT Dash، ليسمح لنا بمراقبة المعلومات المرسلة من النموذج. لنبدأ بإضافة لوحة معلومات جديدة، يجب علينا الضغط على الرمز زائد الموجود أعلى الشاشة على اليمين. نعطي للوحة اسما وكذا عنوان الوسيط الذي نستعمله. يمكننا ترك بقية الخواص كما هي، ثم نضغط على أيقونة التسجيل في أعلى يمين الشاشة. نضغط الآن على اللوحة التي وضعناها للتو. يجب علينا الآن اختيار نمط إظهار البيانات، وذلك باختيار Range and Progress. نعطي اسما للوحة البيانات ولتكن الرطوبة مثلا، ثم نعطي اسم التوبيك الذي نشترك إليه. ونضغط على أيقونة التسجيل. ننتظر قليلا، وها نحن نحصل على مستوى الرطوبة المسجل من طرف نموذجنا. نكرر نفس العملية مع درجة الحرارة. هذا كل ما لدينا اليوم. في الفيديو المقبل من السلسلة سنتطرق للبرامج التي استعملناها في مشروعنا لجهاز تعقب GPS. في انتظار هذه الفيديو ندعوكم إلى الاشتراك على قناتنا إذ لم يتم الأمر بعد، وإننا ننتظر ردود أفعالكم عبر التعليقات على القناة أو باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. وفي الأخير أقول لكم سلام.